السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أحدثكم عن قصة آل ياسر وما فعلوا بهم المشركين والدروس المستفادة من هذه القصة. لنبدأ. آل ياسر. قصة آل ياسر من القصص التي اشتهرت في الإسلام، وآل ياسر هم من أوائل الناس الذين اعتنقوا الإسلام، وهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمه سمية وهي أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ياسر وأخوه عبد الله بن ياسر، كانوا من السابقين إلى دخول السباقين في دين الله تعالى وترك الشرك وعبادة الأوثان، وقد كان آل ياسر أيضا من المستضعفين في مكة المكرمة، فليس لهم عشيرة أو أهل حتى يحتموا بهم، وقد كانوا موالي لابن مخزوم. عندما دخل آل ياسر في دين الله تعالى غضب عليهم موالي بن مخزوم غضبا شديدا، وصاروا يعذبونهم ويصبون عليهم شتى أنواع العذاب، فقد كانوا يخرجون عمار بن ياسر وأمه وأبيه عندما تشتد حرارة الظهيرة، ويعذبونهم في صحراء مكة المكرمة على الرمل الحار من شدة حرارة الشمس، وكان يمر عليهم عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وقد مات ياسر والد عمار رضي الله عنه من شدة العذاب الذي لقيه من مشركين. أما سمية والدة عمار رضي الله عنها فقد لاقت من العذاب ما لا يطيق الرجال الأشداء، وصبرت حتى آخر الرمق وآخر لحظة من حياتها. وقد كان أبو جهل هو من يتولى تعذيبها، ولكنها تاب أن ترجع عن الإسلام فأغلظت له القول، فطعنها أبو جهل بحربة في يديه فماتت، وكانت أول شهيدا يسقط في الإسلام. أما عمار بن ياسر رضي الله عنه فقد شدد المشركون عليه العذاب وضاعفوه له، يريدون منه أن يرجع عن دينه، وكانوا يضعون الصخر الأحمر على صدره تارا أو يوطونه في الماء حتى يفقد وعيه تارة أخرى، ويقولون له: لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزة خيرا. فوافق على ذلك مضطرا مكرها، وعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما وراءك؟ قال له: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من
أقرها وقلبه مطمئنا بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وفي قصة آل ياسر الكثير من الدروس العظيمة. أولا، فقد كانت قصتهم درسا عظيما في التضحية، فالمسلمين يجب عليهم أن يبذل كل ما يملك في سبيل دينه وعقيدته. وفي تضحية سمية أم عمار رضي الله عنها صور من أروع الصور التضحيات التي سطرها التاريخ. وفي قصة آل ياسر إظهار العزة للمسلمين وحض على التمسك بدين الله تعالى. وفيها أيضا دروس في الصبر من خلال صبر آل ياسر على العذاب الشديد من قبل المشركين. فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر دائما في كل ما يعترضه في حياته، إلا أن أجرى الصبر العظيم، ولا يعلمه إلا الله تعالى. سورة النحل الآية 160. وهنا المراجع سورة النحل آية 160، وهذا الموقع 106، وهذا الموقع الإلكتروني الذي وجدت منه القصة. شكرا لحسن استماعكم. مع السلامة، أراكم إن شاء الله.